منتصف الليل بتوقيت الجزائر، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار مباشرة إلى العناوين. رئيس الجمهورية يهنئ نظيره الصيني شي جين بينغ بمناسبة انتخابه مجددا رئيسا لجمهورية الصين الشعبية. تأكيد على منح الأولوية للولايات المستحدثة في البرامج التنموية واستكمال المرافق الإدارية في صلب لقاء وزير الداخلية بفواعل المجتمع المدني لولاية أولى الجلال. تعزيزاً للحركية الاقتصادية، مشاريع حيوية في مجال النقل بالسكك الحديدية تشهد وتيرة متسارعة لربط ولايتي خنشلة وأم البواقي. وفي النشرة، طواف الجزائر الدولي سياحة استكشاف وتنافس، والجزائر في صدارة المرحلة الرابعة من السباق. أهلا بكم من جديد. في المستهل، هنأ رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون نظيره الصيني بمناسبة انتخابه مجددا رئيسا لجمهورية الصين الشعبية في رسالة هذا نصها: صاحب الفخامة السيد شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، فخامة الرئيس والصديق العزيز، بمناسبة إعادة انتخابكم رئيسا لجمهورية الصين الشعبية من قبل المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، يسعدني أن أتوجه إليكم باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي بأصدق التهاني، مشفوعة بتمنياتي الخالصة لكم بموفور الصحة والعافية والسداد في أداء مهامكم النبيلة، وللشعب الصيني الصديق اطراد الرفاه والازدهار. كما لا يفوتني أن أشيد بعمق علاقات الصداقة والتضامن والتعاون التاريخية التي تجمع الجزائر بالصين، مما يحفزنا على مواصلة العمل سويا قصد تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة والارتقاء بها إلى مستويات أرحب تعكس طموحات شعبين الصديقين وتحقق مصالحهما المشتركة. وإذ أجدد لكم أخلص عبارات التهنئة وأصدق التمنيات لكم بالتوفيق والنجاح، تفضلوا فخامة الرئيس والصديق العزيز بقبول فائق عبارات المودة والتقدير. شارك أمس رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج بمدينة البندقية الإيطالية في أشغال الدورة 34 للجنة الديمقراطية عن طريق القانون. كما يشارك أيضا رئيس المحكمة الدستورية في أشغال الاجتماع 20 لمكتب المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية للبت في مسائل عديدة تخص المؤتمر، على غرار الترشح لاستضافة المؤتمر السادس المزمع عقده سنة 2025. في التعاون الطاقوي، وعلى هامش مشاركته في مؤتمر الطاقة سيراويك 2023 بمدينة هيوستن الأمريكية، تحدث وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب مع رئيس شركة شيفرون الأمريكية للاستكشاف والإنتاج، حيث بحث الجانبان فرص الاستثمار والشراكة بين مؤسستي سوناتراك وشيفرون في مجال البحث والاستكشاف عن المحروقات واستغلالها من أجل توسيع قاعدة احتياطات البلاد من المحروقات. كما التقى عرقاب مع المديرة العامة لشركة أوكسيدونتال بتروليوم، حيث تركزت المحادثات حول دراسة حالة التعاون بين المؤسستين. عرقاب التقى أيضا شركة بي بي جي إنرجي الأمريكية لخدمات الكهرباء والبترول، حيث ناقش الجانبان ملفات تبادل الخبرات التكنولوجية الحديثة في مجال التمويل الكهربائي. تنمويا، وفي ختام زيارته إلى ولاية أولى الجلال الفتية والأمس، وخلال لقائه بممثلي المجتمع المدني، استمع وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إلى انشغالات المواطنين، حيث أكد أن مصالح الدولة أدرجت التقاط المسجلة ضمن أولوياتها. محمد زمولي. تعد أولى الجلال ولاية جديرة بالاهتمام والاستثمار وتقريب مصدر القرار. وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد في زيارته خص فعاليات المجتمع المدني بمختلف أطيافه بلقاء للإصغاء لكافة الانشغالات. في مجال التعليم تنقصنا متوسطة
بالسطحة نظرا للتوسع العمراني في اتجاه الولاية مركز. الماء ضروري ومادة حيوية، ونبارك لكم كلمتكم التي تفضلتم بها وقلتم بأن مشكل الماء، لكن قضية أن 25 لتر للمواطن، أنا أستغرب أن له بلدية البسباس يلتمسون من سيادتكم ترميم سد منطقة الخلوة بوادي البسباس، ربط المستثمرات بالكهرباء الفلاحية والمقدرة بحوالي 200 مستثمرة. نظرتنا المستقبلية في أنه يخف الضغط، لما لا مستشفى 60 سريع على مستوى بلدية رأس الميعاد، ونشوف النور على مستوى 60 سريع على بلدية سيدي خال، ونشوف النور اللي راه بدا على مستشفى 120 سريع، ولما لا على مستوى الدوسن كذلك مستشفى 60 سرير. رجائي التفاتة جادة لهذه الفئة، فئة المخترعين، وأذكر يعني وأخص بذكر ولاية أولى جلال التي تزخر بعشرات المبدعين الجزائريين. وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية أكد بأن المخطط الوطني لتهيئة الإقليم شارف على الانتهاء، وبأن مصالح الدولة قد أدرجت النقائص المسجلة ضمن أولوياتها، لهذا يجب أن تندمج الولايات الفتية في النسيج الوطني وتسهم بفاعلية من خلال مواردها في الخروج من التبعية. سيد رئيس الجمهورية أعطى تعليمات باش كل المنشآت الصحية التي شرع فيها لابد أن تتم قبل نهاية سنة 2023. المشكل اللي راكم تعانيوا منه هو المياه الصالحة للشرب. القضية تتعلق بتسخير الأموال اللازمة، ومهما كان حجمها ما دام الأمر يتعلق بمطلب أساسي حياتي لابد من توفيره. بالنسبة للطرقات الولائية وبعضها يحتاج إلى أن ترقى إلى طرقات وطنية حتى يتم التكفل بها أحسن، وبعضها يحتاج إلى أن تكون الازدواجية. هذا بالنسبة للحاجيات الاقتصادية التي ننتظرها من الولاية. فيها عمل ليهدف إلى تحسين أوضاع مواطنينا، وهذا ما يريده السيد رئيس الجمهورية، وهذا ما التزم به. وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية أكد بأن تكاتف الجهود سيفضي لا محالة لضمان عيش كريم للمواطن، وبأن هدف المجموعة الوطنية هو بلوغ جزائر قوية. مع الحركية التنموية دائما وضمن المشاريع التي استفادت منها ولاية خنشلة خطوط ازدواجية لطرقات وطنية وولائية، بالإضافة إلى مشروع السكة الحديدية رابط بين خنشلة وعين البيضة على مسافة 51 كيلومترا. المزيد مع زكريا تهامي. وتيرة متسارعة تعرفها أشغال ازدواجية الطرق الوطنية بولاية خنشلة، أمر استحسنه رواد هذه الطرقات. نقص الزاكسيدا مشروع مليح ما شاء الله، هي حاجه زايده في البلاد، بروجي مليح كما نقولوا احنا للقريه تاعنا هذه البلد. نقص السيركلاسي اول حاجه، نقص ضغط. خط السكه الحديديه خنشلة عين البيضاء مشروع حيوي ببعد استراتيجي، يربط ولايه خنشلة بخطوط السكك الحديديه الوطنيه، ويحقق الحركه التنمويه بين خنشلة والولايات المجاوره. مشروع حيوي ناشط، هي أن المنطقة وفرنا اليد العاملة، ربطنا به الولايات. فائدة الخط هذا على المواطن الخنشلي نقل المسافرين ونقل البضائع، وكما أوضحت سابقا يجعل من مدينة خنشلة تدخل الشبكة الوطنية للسكك الحديدية. الإسراع في إنجاز المشاريع واستلامها قبل الأجال التعاقدية حتمية للدفع بعجلة التنمية في ظل توفر الاعتمادات المالية والخبرة اللازمة في تسيير المشاريع. السكة الحديدية احنا طلبنا باش هذه المدة تتقلص إلى 18 شهر، وباش نخليو المواطن يستفاد من هذه الوسيلة النقل بالقطار ليقدر يتصل بمدينة عين البيضاء ومنها كل القطر الجزائري. أما فيما يخص الطرقات فهي كل هذه الوسائل وهذا البرنامج رايح يخلي تطور الساكنة في المنطقة، ورايح يخلي عجلة الاقتصاد تدور أكثر وتنطلق. العمل بطريقة المناوبة وطيلة اليوم في المشاريع الاستراتيجية بولاية خنشلة
يوفر فرص العمل للساكنة ويحقق الفائدة الاجتماعية والاقتصادية. في ملف التجارة وتحضيرا لشهر رمضان الفضيل، فضاءات وأسواق تجارية ونقاط لبيع المواد الأساسية تعززت بها ولاية المنعة. أمين شقبقب. مع اقتراب شهر رمضان الفضيل تم فتح نقاط لبيع المواد الواسعة الاستهلاك وتخصيص أسواق جوارية، إجراءات تهدف إلى التكفل باحتياجات المواطن خاصة مع الطلب المتزايد على السلع. تشرفنا الوقوف على بعض النقاط خاصة فيما يتعلق الصناعة الغذائية التي تعتبر مهمة خاصة في هذا الشهر الفضيل، وشفنا كمية الإنتاج والتوزيع. كما وقفنا اليوم في المحطة الأخيرة هو على قضية عملية التموين، وقفنا أيضا على السوق الجواري الذي سيفتح إن شاء الله في مناسبة الشهر الفضيل، وشفنا كميات التمويل التي هي خصصت لهذه الولاية الفتية. كما أزدينا تعليمات لمدراء التجارة وحتى إخواننا المدراء الآخرين وعلى رأس مقروديف باش يضعفوا حصة هذه الولاية. عديد العلامات التجارية التي تمول السوق الوطنية بالمياه المعدنية اتخذت من المنيعة مركزا لها. الثروات الجوفية ومرافقة الدولة عوامل شجعت المستثمرين لإنشاء مصانع كبرى في الولاية، كما تشهد المنطقة تطورا في شعبة الحليب لتغطية الاحتياجات محليا. خرجوا في 40,000 قارورة في الساعة، وعدنا موظفين حوالي من 81 حتى 90 عامل، ورانا شاده ناويين نطوروا في المشروع نتاعنا ونزيدوا في عدد العمال والمنتوج نتاعنا يمشي، ورانا ناويين ان شاء الله في المشروبات كما اللي جي. بدينا الانتاج عام 1996، كنا في 12,000 12,000 بوتاي اور، ومن بعد درنا ان اكستنسيون تاع 21,000 بوتاي اور، ومن بعد درنا ان اكستنسيون دو 36,000 بوتاي اور اللي فيها لي جي واللي فيها لا ليموناد. عندنا حوالي 450 عامل. هي مختصة في إنتاج الحليب واشتراقاته انطلاقا من مادة حليب البقر، تشغل حاليا حوالي 7 عمال من بينهم 3 إطارات. هي تطمح لزيادة الإنتاج لتغطية جميع ولاية المنيعة وربما ولاية المجاورة مستقبلا. ومن أجل تحسين ظروف العمل والدفع بالحركية التجارية والاقتصادية نحو الأفضل، تم تدشين مقار وهياكل جديدة لقطاع التجارة بالولاية. في الأحياء تعمل عدة مؤسسات مصنعة بولاية بسكرة على استغلال التمور المتساقطة في مواسم الجني ومعالجتها عبر مراحل التوظيب والتغليف والتعليب لاسترجاع نوعيتها وقابليتها للتسويق والتصدير. المزيد مع محمد زمولي. لا يقتصر تصدير التمور نحو مختلف القارات على الجاهز من الكميات خلال مواسم الجني فقط، فحتى الكميات المتساقطة من العرجين والتي يتم جمعها وتخزينها يمكنها أن تستغل وتدر عملة صعبة. هو نموذج عن المؤسسات المصنعة ذات القيمة المضافة ببلدية الشتمة بولاية بسكرة. هو عبارة عن مصنع يقوم بتوظيف وتغليف التمور وكذلك إدخال عملية تحويل عليها، دونك من حيث الجودة نوعية التمور مش النوعية مثلا دقلة نور ولا حاجة اللي تصدر بروت، دونك هي نوعية تدخل عليها عملية معينة من أجل أعطائها قيمة مضافة، وبالتالي تصديرها ممكن جدا بضعف الثمن بأضعاف الثمن اللي تصدر به في الحالة في الحالة تاعها الطبيعية. في بسكرة عندنا حوالي 12 مؤسسة كي سون اومولوغي عندهم دي سيرتيفيكاسيون. تمر هذه التمور الجافة بسلسلة من العمليات لإرجاعها لحالتها الطبيعية، فبعد عملية الفرز تنطلق عملية غسلها ثم ترقد لمدة 3 أيام بغرف التعقيم ليتم تدخينها بالبخار ما يرجع لها لونها المتلألئ ومادتها العسلية، وتنتزع منها النواة بالحفاظ على شكلها الأصلي. كان يروح في علب 250 غرام 500 غرام كيلو 5 كيلو، وكاين تمر ثاني نخبو تمر بدون نوات يروح كيف في العلب معلبة في 250 غرام 500 غرام يروح حتى في 9 كيلو 10 كيلو. تصدر هذه المؤسسة 1000 طن من التمور وتشغل 150 عاملا على مدار السنة دون توقف، وتمور بلدية شتمة ترسل للعواصم العالمية. احنا المعمل تاعنا عنده سيرتيفيكا دولية الاسم تاعها FSSC 22000
هي شركة خذيناها من مكتب فيريتاس ألمانيا. عندنا لي مارشي أوروبيان لا فرنس، عندنا الإيطالي، عندنا لا هولند، خدمنا مارشي ثاني تاع الأمريكان. معجون التمور، عسل التمور، تمور الشوكولاتة، تمور المكسرات والبسكويتات، هي العديد من المتحورات تصدر نحو الخارج، منطلقها الاقتصاد المحلي. وبمقوماتها ومناخها الملائم تعد ولاية تيزي وزورة إيدة في إنتاج الأجبان، وعليه شكلت فعاليات المهرجان الدولي للأجبان في طبعته الثانية بالولاية فرصة للترويج للمنتجات المحلية والوطنية في مجال الصناعات التحويلية، ناهيك عن فتح آفاق جديدة للشباب للاستثمار في المجال. العينة في هذا الروبورتاج من بلبنة خاصة لصناعة الأجبان مع الأخضر كعوان. وسط هذه المروج الخضراء لقرية تزمالت تمكن حسين طالبي من تجسيد حلمه بمشروعه الاستثماري في مجال صناعة وتحويل الحليب الطازج بفضل دعم ومرافقة الدولة. تدا ثقينا ثم شهور سيفكيا أقلت أن سالت لي الحمد لله نخدم نخدم ديكس كومونبير خمي دابا جلد 100% يديو سان ذاكي تدرت لنا وكل لي ميتروف دونك جامع دي في كامب بارتو نكوني لوبجيكتيف لنا باش كنخدم او شابي ولنا نغيونا كونسومي كومونبير قال ديف ان برودوي دو كاليتي نفرح مليح ميديو سان فيستيفال كي باش كتوصل البرودوي لنا اسف السمعه ذاكي تمورتنا هذه صفغه فار ان شاء الله. المهرجان الدولي للجبن فضاء تجاري وترويجي للمنتوج المحلي والوطني بنوعية وجودة تنافس المنتجات العالمية بمرافقة المستثمرين عبر آليات تساهم في فتح آفاق جديدة. نسنا عتاز ندفع المجاقين خدم سقع كورني الغاشي يعجبسن وديني صفرح نطاس ونمرجد كذو ذي خدمنا فارماجا من كوني المفدل يزيدي الشباب اللي مور هذا الصناعات راهو يبدع ويبدع حاجة حسنة وحتى الذوق تاعها معناتها مقبول بدات تتنافس نوعا ما الأجبان اللي جينا من الخارج. كون إساء غزل ذهم قران يوكينا ذي غيرا قديمة أرزاث إن شاء الله أما أكيد دي مارين كوني سلاقة سلاقة إن شاء الله نلحق أرويني لهال. هذا المهرجان عنده لأبعاد حبينا ننادي للشباب أن يستثمر في هذا المجال لأن ولاية تيزي وزو تزخر بمراعيها وعندها ثاني إنتاج حليب من الأوائل في على المستوى الوطني. هذه النتيجة لكل التمويلات التي قدمتها ووفرتها بنك الفلاحة والتنمية الريفية بخلال كل الآليات إما الميكرو كريدي تاع لونجام إما لانات ولا لونساج بكري كان التحدي ورفيق اللي برا هي النتيجه اللي سان كونفنسيون بين بنك الفلاحه والتنميه الريفيه والوزاره الفلاحه والتنميه الريفيه. الاستثمار في مجال الصناعات التحويليه عامل اساسي لتلبيه حاجيات السوق الوطنيه كما ونوعا. خلال الدورة التكوينية الخاصة بالاتصال المؤسساتي التي تنظمها وزارة الاتصال بتلمسان أكد وزير الاتصال محمد بوسليماني أن مشروع القانون العضوي للإعلام سيناقش بالبرلمان قبل نهاية شهر مارس الجاري. سفيان مقنين. أهم ما ميز اليوم الثاني من الدورة التكوينية في الاتصال المؤسساتي بتلمسان هو الورشات التطبيقية التي استفاد منها الإعلاميون والمكلفون بالاتصال بتأطير من أساتذة مختصين. الدورة التكوينية هذه كانت فرصة لنا كصحفيين وإعلاميين وكذا القائمين على الاتصال عبر الولايات فرصة للاحتكاك مع الزملاء تبادل الخبرات والمعارف. نهلنا منهم يعني العديد المفاهيم والأسس التطبيقية وإسقاطها على الواقع العملي نتاعنا. في نهاية الدورة رايحين أعمال والانشغالات المكلف بالاتصال والإعلامي رايحين نقدموهم إلى وزارة الاتصال ونتمنى إن شاء الله تكون فيها حلول إن شاء الله. وزير الاتصال ولد زيارته لإذاعة تلمسان تحدث عن موعد برمجة القانون العضوي المتعلق بالإعلام. البرلمان هو اللي سوف يبرمج تواريخ مناقشة هذه القوانين. واليوم نقدر نعطيكم معلومة نعطيها لكم اليوم المعلومة بأن القانون العضوي للإعلام سيناقش في البرلمان قبل نهاية الشهر الجاري، يعني قبل نهاية شهر مارس سيناقش القانون العضوي للإعلام في البرلمان.
دور الإعلام في التأثير على صناعة الرأي العام ونشر المعلومة يتطلب مزيدا من الحرص على التكوين المستمر لكل الأفراد الفاعلين في هذا الميدان. دوليا وفي ملف الصحراء الغربية، صادق برلمان كاتالونيا على نص قرار يدعو الحكومة الإسبانية إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية تجاه الشعب الصحراوي. وأكد نص القرار الذي صادقت عليه كافة الأحزاب السياسية المشكلة للبرلمان على موقف الهيئة التشريعية الكتالونية الداعم للحل العادل والدائم للقضية الصحراوية على أساس مقتضيات القانون والشرعية الدوليين وقرارات الأمم المتحدة إلى احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. نحن على استعداد للمساهمة في البحث عن حل سياسي عادل ودائم يقبله الطرفان، يتماشى وقرارات الأمم المتحدة ويحترم مبدأ أساسيا ألا وهو حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. وندعو الحكومة الإسبانية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الصحراء الغربية مع العمل على تنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي. ومن هذا المنبر نستنكر انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من قبل المغرب بالمناطق المحتلة. وفي المغرب، حذرت أحزاب سياسية وجمعيات حقوقية مغربية من استمرار تدهور الأوضاع الاجتماعية والسياسية في البلاد، خاصة مع استمرار انهيار القدرة الشرائية والإمعان في التضييق على الحريات والزج بالمدافعين عن حقوق الإنسان في السجون بتهم مفبركة. وفي فلسطين المحتلة، استشهد أمس شاب فلسطيني عقب إطلاق مستوطن النار عليه شرق قلقيلية، كما أصيب 3 فلسطينيين بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال اعتداء قوات الاحتلال الصهيوني على مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان. إلى ذلك، يواصل الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال نضالهم وصمودهم رفضا لقرارات الصهاينة. نعود إلى أخبارنا الوطنية، وبنكهة السياحة والاستكشاف، تتواصل فعاليات طواف الجزائر للدراجات الهوائية، حيث فاز أمس الدراج الجزائري حمزة ياسين بالمرحلة الرابعة التي امتدت على مسافة 121 كيلومترا بين مدينتي بسكرة وباتنا، مسجلا بذلك الفوز الثاني له في هذه الطبعة. عمر جمعي. بعدما ضيع الفوز بمرحلة بسكرة في الأمطار الأخيرة، عاد دراج المنتخب الجزائري وفريق مدار حمزة ياسين إلى منصة التتويج بعد دخوله أولا في ولاية باتنا، مسترجعا القميص الأخضر لأحسن دراج سرعة. الحمد لله خلصت نتفوق على المرحلة. كما نقول لك، أنا ما كنت متأكد بحال نفوز، أنا ما كنت تعبان من أول انطلاقة، وأنا نقول مقادر نكمل المرحلة اليوم، حتكون صعبة، حنقول خلاص لازم نعمل كره شوي، حنا خلاص دوك يجوزني الحال، دوك ما قدرتش تما كورس كومبلي، وانا نقول لهم اصحابي بلي مانيش قادر، هما كانوا يعاونوا فيا ويطلعوا لي المورا، يقولوا لي معليش تقدر ان شاء الله. ضيوف الجزائر للملكه الصغيره ودعوا واحات بسكره ليكتشفوا فج القنطره وجمال منطقه لطالما سحرت عيون كل من زارها. السباق كان تكتيكيا منذ البدايه، الرياح التي كانت تهب أنقصت من سرعة الدراجة. أول محاولة انفلات كانت عند مدخل القنطرة، لتنقسم الكوكب إلى مجموعات صغيرة قادها 5 دراجين معمقين الفارق إلى أكثر من دقيقتين. المناظر الطبيعية الساحرة بديكور مغاير اكتشف فيه الدراجون بوابة الصحراء وبعدها جبال الأولاس الشامخة. عملية الكر والفر بقيت على حالها إلى غاية مدخل مدينة باتنا. الفارق الزمني بدأ يدوب، ولأن المسلك كان معبدا، أسد الجزائر في السرعة حمزة ياسين باغت الجميع في الأمطار الأخيرة، وبقوة كبيرة يدفع الدواستين ويدخل أولا. القميص الأصفر لأحسن دراج سرعة بقي عند الإيطالي واولي مانيال، ومعه القميص الأبيض لأحسن دراج شاب. حمزة ياسين يستعيد القميص الأخضر، ونفس الشيء للإريتري ييمان داويت الذي ارتدى القميص المنقط لأحسن دراج تسلق.
مرحلة الغد ستكون من باتنا إلى عاصمة الهضاب سطيف. في ختام النشرة أشكر لكم كرم المتابعة مشاهدينا، تقبلوا تحياتي تحيات فريق العمل، إلى اللقاء.